اخواني اخواتي شيخ زامي بونسوار بيست فريند كوين افنت، مرحبا بكم في بروكسل، مرحبا بكم في جمعيه افيغواس، جمعيه ابن رشد، لاسوسياسيون افيغواس فريند ان هير ان بروكسل افيروس. سو سوار نو فيتون لي 40 ans de la marche verte، دونك une histoire extraordinaire que le peuple marocain a soulevé avec son roi il y a 40 ans d'ici pour libérer son Sahara. المسيره الخضراء احتفلنا بها اليوم، وكنشكروا الاخوان والاخوات اللي ساعدونا اللي كانوا معنا في هذه الليله. ان توكا مبروك للمغرب ومبروك للجميع. ان غون بونجور دو بروكسل. نعرف الشعور ديالك بالمناسبه ديال النهار. المناسبه ديال نهار كبير بعد 40 سنه ديال المسيره، وحنا الحمد لله في ارض الوطن وخارج الوطن ديما كنمثلوا المغرب، وديما راهي مغربيه، وعاش محمد السادس وعاش الجاليه المغربيه، وما ننساش تشاهد الناس الملك دينا. نهار كبير بالنسبه للمغاربه كاملين اللي موجودين هنايا في اوروبا، يحيوا المغرب والحكومه ديالو والشعب ديالو كامل. فرح كبير. باقي تعقل على 1975؟ هذه 40 عام تقريبا، حنا كنا في ذاك الوقت ديجا هنايا، والحمد لله باقي ربي مطول العمر وحضرنا بهذه الحفله معاهم، ونتمناو لهم التوفيق جميعا. سيت اون جورني تري تري امبورتونت، اون كوميموراسيون بارابور ا اون هيستوار اي ان جيست انوبليابل دو لابار دو روا دو ديفان روا حسن دو الله يرحمه. دونك لي 40 ans ديال المسيره الخضراء لا مارش فيرت، كاين ولادنا اللي ما كيعرفوهاش، خصنا حنا ان شاء الله نعلموها لهم. بس سيت اون هيستوار اكستراوردينير، وحنا الحمد لله في اطار الجمعيه قلنا غادي ننظموا ولو غير شي ساعتين ديال المكانه باش نحيوا هاد الذكرى ديال 40 سنه ديال المسيره الخضراء. وبغيت اول شيء نقدم الشكر ديالي للاخوان اللي معنا هنا اللي هما اللي تطوعوا وجاو مجانا. هاد المبادره هذه بالنسبه لنا حنا يعني كتفرحنا، وحنا كنفرحوا هنايا ملي كنسمعوا مثلا كاين شي حاجه كنسوقوا لها الاخبار، كنكونوا وراء الجمعيه، وحنا الحمد لله كاملين اخوه مع بعضياتنا. الشعور ديالي كشعور جميع المغاربه بهذا النهار، الذكرى ديال المسيره الخضراء، لان المسيره الخضراء كتشكل لنا حنايا واحد القيمه كبيره عند المغاربه، لان المناطق ديالنا المناطق الصحراويه خصها تتحرر وتبقى مغربيه. يعني انت في الغربه، يعني في ارض خارج الوطن، ومع ذلك انت متعلق بالمغرب كبلد الاصيل. حنا في اي بلاصه غنكونوا، اي بلاصه خارج المغرب ولا داخل المغرب، الصحراء عندنا في يعني عندنا في الدم، لان هذيك كتكون لنا واحد واحد الحاجه من الوطن ديالنا، ما يمكنناش حنا نتخلاو على الوطن ديالنا ناقص، خصنا يكون الوطن ديالنا كامل، وما يكون كامل الا بالصحراء المغربيه. هذا اليوم هذا كيشكل واحد اللحظه تاريخيه في تاريخ المغرب. الحمد لله، دونك حنا صافي 40 عام وحنا متبعين المسيره الخضراء ديالنا، وهذا اليوم هذا تاريخي، كيبقى يوم عنده واحد ذكرى خاصه بالنسبه للمغاربه. الحمد لله حنا الجاليه المحيمه هنايا في الديار البلجيكيه دائما الحمد لله كنساندوا القضيه الوطنيه في اي مكان، وحنا وراء الملك ووراء الشعب المغربي. علينا ان نقوم بمسيره خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام. ربنا نازل يكمل، ايوه الله الله.
واش باغي كتذكر عام 1975؟ نعم كنتذكر بزاف عاد. يلاه كان عندي عاد عام باش جيت لبلجيكا. غادرتي للوطن؟ جيت انا في 74 وفي 75 يلاه كانت وقعت هذيك القضيه ديال المسيره الخضراء وعشنا معاه هنايا في التلفازه وجميع المسائل كنا كنشوفوا. يعني كنت متبعين في الاخبار؟ متبعين الاخبار وجميع المسائل وشفنا هذاك الصور ديال الناس اللي مشاو على رجليهم في الصحراء وكل شيء كان شيء جميل زعما كان شيء مزيان. وكيفاش كان الشعور ديالك انت كنت يعني في الغربه في ديك الوقت كانت غير المول الغربه في اوروبا كيفاش كنت كتحس والمغاربه خوتك يعني كانوا في واحد المحنه؟ نقولوا مثلا في ديك الساعه الصغور باقي الصغور وهذاك الشيء كنا كنقولوا مثلا لو كان ما عندناش الخدمه هنايا وكل شيء نقدروا نمشيو حتى حنايا نديروا ديك المسيره نشاركوا مع دوك الناس وما مكتبش ولكن عشنا معاهم وتمنينا غير الصحراء ديالنا ترجع لنا والحمد لله. وانت الحمد لله 40 سنه من بعد انت مازال كتحتفل بها؟ 40 سنه وحنا عاد كنحتفلوا بها باقي عندنا ولادنا كبروا وداروا ولادهم وحنايا باقي في عاصمه اوروبا وفي العاصمه اوروبا الحمد لله. اليوم تيعبر على واحد اليوم تاريخي اللي كتحدى فيه المغرب تحدى فيه العالم كامل اللي قال فيه سيدنا الله يرحمه والي برحمة الله قال فيه الصحراء مغربية أبا من أبا وشاء من شاء فمنا من يشرب الشاي ومنا من يشرب عصير البرتقال هكذا قال الحسن الثاني رحمه الله قال في خطاب تاريخي ملحمي قال بالحرف الواحد قال الصحراء مغربية وستظل مغربية أبا من أبا وشاء من شاء فمنا من يشرب في الصحراء عصير البرتقال ومنا من يشرب الشاي هكذا قال بالحرف الواحد وظلت هذه الكلمة أكثر من 40 سنة مر التاريخ لم يزعزعها لا هواء الصحراء ولا عاصفة الصحراء ولا البوليزاريو ولا أعداء المملكة المغربية ولا خصوم المملكة المغربية فنحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ونصره الله وأيده الله فليكن مطمئن فإننا يد واحدة ضد الأعداء المملكة المغربية. كنشوف انه كنتفاجئ على انه هو انتم ناس غادرتوا ارض الوطن وظليتوا هنايا اجيال فاجيال وابناء ولكن القلب معكم. حنا غادي نقاطعكم ما نخليكش تكمل هذه الجمله. مرحبا. حنا غادرنا المملكه المغربيه غادرناها بالجسد ولكن الروح والقلب والعقل والفؤاد راه في المملكه المغربيه ومع الشعب المغربي ومع صاحب الجلاله ومع الامه المغربيه واللي حاول يتعدى على شبر واحد بل على درة رملة واحدة من الصحراء المغربية فليكن متيقن أننا أكثر من 40 مليون قنبلة موقوتة. قنبلة موقوتة هي الشباب المغربي. إلا حاول شي واحد يتقيس ضربة واحدة من الصحراء فليكن متيقن ليقين تام. وأتحدى بهذا التحدي كل من يرغب أن يتحداني على أننا صف واحد وقوة واحدة مع الصحراء ومع المملكة المغربية ومع قائد الأمة. والسلام عليكم. كل حسن المغاربة من طنجة للبويرة
عاش الملك. سلك حر الاخ محسن الرباع ديالو زعما والله العظيم نصتونا الله يجزيك بخير. شكرا وشكرا للاخوات اللي تاهما جاوا شرفونا وشي كيفيلمي وشي كيشجع تبارك الله عليكم. وشكرا للجميع اللي حضر. المهم كنبقاو في اللقاء والالتقاء مع المغرب ومع الصحراء ومع بلجيكا. وكنشكر كذلك هاد الدوله بلجيكا لهاد الديار ديال الخير اللي حتى هما عاوتاني واقفين معنا وواقفين مع اولادنا. بلجيكا والمغرب بالنسبه لي انا كاب وام ما كاينش فرق بيناتهم كنبغيهم بجوج. عاش الملك ديال المغرب وعاش الملك بلجيكا والسلام عليكم.